هذه ثاني مشاركة ديالنا في كالمجموعة ديال النفع الاقتصادي في هذه التظاهرة. وفي الحقيقة هذه فرصة أننا نعرفوا على المنتوج ديالنا اللي هو الزربية ديال الوزكتية ولا زربية طزنخت، وكذلك كيساعدنا على إنشاء علاقات وكذلك على التسويق ديال المنتوج. بل كما كنعرفوا الزربيه ديال طزنخت معروفه على الصعيد الوطني حتى كذلك على الصعيد العالمي، معروفه بالجوده ديالها والجماليه ديالها من حيث الالوان الطبيعيه اللي كتستعمل فيها، وكذلك الصوف ديال جبل سيروه اللي كتعتبر من بين اجود الصوف في المغرب ولا صوف ايت بركه. هذا اللي كيعطيها واحد 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 القيمه وواحد القيمه كبيره، وهذاك الشيء علاش كاين عليها الطلب كثيرة. وكما كنعرفوا حاليا الناس كيلتجؤوا للزربية القروية اكثر من الزربية الحضرية. كما كنعرفوا طزنخت تبارك الله كلشي كينسج فيها، كما قلت لك راه فيها 22000 نساج تبارك الله اللي فيها، يعني اي دار كتمشي ليها كتلقاي المنسج ولا جوج ديال المنسج، يعني صعيب باش يعني واحد الكميه، يعني كما كنقولوا العرض اكثر من الطلب في المنطقه ديال طزنخت. بالنسبه للثمن كل الزربيه والثمن ديالها، مثلا بحال القلاوي ماشي بحال اخنيف، واخنيف ماشي بحال الزنيف، يعني كيختلف الثمن على حسب الاختلاف ديال النوع ديال الزربيه. بالنسبه للثمن يعني كيبدا من 600 درهم حتى ل 2000 درهم المتر كاري تقريبا. بالنسبه للطزنخت بصفه خاصه واي توزكيت بصفه عامه تيتميزوا بواحد النوع ديال الزرابي اللي فيها تقريبا واحد خمسه الجماعات، وهذه الزربيه هذه فيها الموروث الطبيعي اللي هو الصوف ديال سيروا، ثالث جوده من ناحيه لاكاليتي في العالم بعد استراليا نيوزيلندا، وفيها الموروث الثقافي اللي هو الثقافه ديال المنطقه، وتشغل واحد العدد ديال الزرابي ديال النساجات، وهذا الشيء باش عايشين، وهذا الشيء باش كبروا ولادهم وباش قراو. وهذه الزربيه هي ماشي بمثابه كتاب، تفرغ فيها المرأة المحيط ديالها البيئي والاجتماعي. وهاد الزربية على حسب الخبراء تيقولوا بدات في القرن 17، ولكن ما يمكنش نحددوا واحد التاريخ بصفة نهائية، لأن هاد الزربية هي من اللي كان الإنسان الوزكيتي وبيان طزنختي عايش مع الغنم ديالو وهو تيبدع. والزربية بدات من سلها، من جلبيه، على الصباب، اشكجيط، يقولوا لي اشكجيط بالشلحه. زربيه الشيشاوه كنلاحظ اليوم اللي هي متواجده اليوم في هذا المعرض الوطني للصناعه التقليديه، وكتميز الزربيه تاع التقليم الشيشاوه، يعني الزربيه السبعيه بالجوانب ديالها اللي سوداء واللون ديالها الاحمر. وكانت هذه الزربيه معروفه عبر التاريخ، كانت في ايام الاستعمار الفرنسي الغاشم اللي كان عندنا في 1920، هذه الزربيه معروفه من ذاك العهد، ملحمه او معلمه تاريخيه، وكذلك كتميز بموروث حضاري ثقافي. يعني المراه ما كديرش غير ذاك، كتعتمدش على كاين غياب الاطار ذاك البلان وذاك الشيء، كتعتمد على الاقتراح ذاك الابتكار ديالها والابداع الحر ديال المراه، كتبقى تبدع، كتشوف هي انها كتشوف الويدان، كتشوف الطبيعه، كتشوف اي حاجه كتجي في المخيله ديالها كديرها.